أنا الخريجة حياة نافذ الإسي، تخصص تأهيل مجتمعي من الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية. اخترت هذا التخصص تأهيل مجتمعي لأنه يتعامل مع فئة ضعيفة من فئات المجتمع الفلسطيني، وخلال دراستي ضمن مساقات هذا التخصص اكتسبت العديد من الخبرات، والحمد لله بفضل الله وتوفيقه أخذت الأولى على الدفعة. منذ ذلك اليوم، منذ أن تخرجت، وأنا أدرس تدريب عملي في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية في قسم علوم التأهيل.